هل سأكون مستعدة لزيارة إسرائيل مستقبلا؟ نعم، راح أكون مستعدة في المستقبل أن أزور إسرائيل بالتأكيد. ما بين المملكة وبين إسرائيل لا توجد لدينا مشكلة سياسية، لدينا قطيعة سياسية بسبب تبني المملكة القضية الفلسطينية. يعني في الذاكرة العربية أو ما صوره لنا في الذاكرة العربية بأن إسرائيل عدو، هذه العداوة لم أتلمسها على أرض الواقع. كثير من السعوديين، حلم كثير من الخليجيين، من العرب، أنهم يزوروا إسرائيل.